قرب لو ناوي هم يومين فاكهة الضحك الغالي الغالي والبسمة الحلوة حكمة وقالها لي قالها لي واحد على القهوة حكاية مزيكا وغنى وقديم. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية معنا في الفقرة التانية ضيوف هيتكلموا عن المعجنات والحلويات والمخبوزات اللي دايما بتكون موجودة في الأفران، ودايما كلنا برضو بنكون بنسأل الناس دي بتشتغل زينا وبتعمل نفس الحاجة وإحنا نقدر نعملها في البيت ولا بتكون حاجة مختلفة. علشان كده معايا ضيوف الفقرة التانية النهاردة، معايا الشيف حمادة مدير شركة مخبوزات فريش بيك لدى مدينة الرحاب، ومعايا كمان الشيف زهران القطان شيف عمومي لشركة فريش بيك مدينة الرحاب. صباح الفل. صباح النور شيف زهران، تنورتنا النهاردة. وشيف حمادة كمان تنورنا. طيب انا هبدأ بقى بالشيف زهران، عايزة حضرتك تقول لي نوع الدقيق اللي بنستخدمه في المعجنات والمخبوزات دي زي نوع الدقيق اللي بنستخدمه في بيوتنا ولا بيكون مختلف؟ لا، هو بيبقى كله، هو الدقيق كله واحد. بس هو بتبقى درجات الجلتانة اللي فيه. هي الدنيا بتكون كده، اللي هو الدقيق حاجة زي ما هي. ما هي ناس بتسأل في السؤال ده، هو الدقيق بتاعنا اللي هو دقيق القمح او دقيق كذا؟ هو دقيق القمح كله عمال. ولكن بتكون بس درجات، بتبقى درجة الجلتانة اللي فيه. طيب تمام. في سر في الطعم بيخلي الحاجة تطلع طعمها ما حدش يعرف يعمله دايما علشان يكون موجود؟ لا، شوفوا لنا موجود هنا او موجود هنا، اما نعرف نعمله في البيت وتطلعه بالحاجة دي ما فيش. هي نوعية الخامات نفسها. نوعية الخامات، لان هو طبعا اي صاحب مكان بيفضل ان هو يجيب احسن خامات. واخد بال حضرتك؟ بيفضل ان هو يجيب احسن خامات عشان يشتغل. عشان لانه هو فتح المكان ده مش عشان يتفرج عليه. صح، واخد بال حضرتك؟ فهو بيفضل انه يجيب افضل خامات. انت حضرتك لما بتنزلي مثلا عشان تجيبي خامات ما بتبقيش عارفه الخامات دي كويسه او كده، عشان انا مش عندي خبره. اما صاحب الحاجه دي دايما بيكون عارف الحاجه. صح. طيب شيف حميد، عايزه حضرتك تقول لي الطريقه والطعم اللي بتخلي مكان مختلف عن التاني، ده بالنسبه لكم عندكم الدنيا ماشيه معاه ازاي؟ ده بيفرق طبعا، بالنسبه ان احنا عندنا معدات بنستخدم دي جوده عاليه. بتفرق طبعا مهاره الشيف. كل ده بيفرق طبعا. طيب المخبوزات اللي دايما بتتعمل اول اليوم وفي اخر اليوم بيكون في مثلا كميه من المخبوزات موجوده، بتتعاملوا معاها ازاي؟ لا، هي بتفرق مثلا بالنسبه، يعني مثلا بالنسبه لنا احنا شركه فريش بيك فبنشتغل 3 شيفت. فمثلا لو كل شيفت بيطلع تجزئه. فبالحاله دي ما فيش حاجه ان هي بتبات عندي. ولو حاجه بتبات يعني بتخش يعني بقسمات مطحون بمعنى صح. انا عايزه استاذ محمد الشاهد بس يعرض لي الصوره دلوقتي على الشاشه، صوره الحاجات اللي بتكون موجوده. تمام. بعد كده بتتحول ل بقسمات مطحون. طب بتستخدم في ايه؟ مكان الفيجيتار. يعني اللي هو كانوا بيقولوا ايه بقى، الفيجيتار والايه والمكسرات. هي دي المكسرات. هي موجوده دلوقتي على الشاشه. هي فعلا هي المكسرات اللي احنا بنشتريها مع الفيجيتار عشان البانيه والحاجات دي كده. عشان البانيه. تمام. طيب تمام. كمان شيف زهران، في دايما او احنا اهالينا دايما بتكون خايفه علينا من المخبوزات اللي بتكون موجوده في الافران، ازاي بتقدروا انكم تحافظوا على المخبوزات دي، او ازاي نقدر نطمن الاهل ان المخبوزات دي في اكيد تنظيف في المكان وفي اكيد طرق للتعقيم والحفاظ عليها؟ طبعا. هو حضرتك انا يعني لما نيجي نشتري حاجه ما نشتريش من اي مكان، له مكان له اسمه وسمعته. ده طبعا لوجو المكان اهو. ده افضل ان انا اشتري من مكان له اسمه وسمعته. طيب تمام. لكن الاماكن اللي هي معموله دي ما افضلش معتمد منها يعني. صح. طيب مش معتمد. بعد المخابز بقى بتعرض المخبوزات بتاعتها بتاعه امبارح اللي هي كانت موجوده امبارح. انا ازاي كمشتري اقدر افرق بين المخبوزات دي اللي كانت موجوده امبارح وبين الحاجه لسه معموله النهارده؟ حضرتك انت بحاسه الايد نفسها بتعرف ان الحاجه دي طازه او مش طازه. بس مش كل ما تقريبا كلها بتبقى طريه. لا، هي بتبقى هو عندهم عندهم براعه ان هم يعني يطلعوها كلها طريه. لا باينه. انت لو حطيتي ايدك على رغيف العيش الفينو وحطيتي اتكيتي عليه كده، واخده بال حضرتك؟ اما اتك عليه لو هو بايت وش الرغيف نفسه هيكسر. اما بيفرول بمعنى صح. اما اللي هو اللي لسه معمول طازه النهارده بيبقى وشه يرجع تاني. بيرجع تاني. طيب تمام، حلو جدا. طب الفرع وفروع بتقدروا تتعاملوا ازاي مع الزبائن اللي بتكون موجوده معاكم؟ ده يعني بالنسبه الفروع يعني
لا عادي مثلا بالنسبه لو في اولدر ولا حاجه مثلا الزبون بيجي بيعتمد الاولدر بيدفع مثلا منه عربون واخد بال سيادتك، مثلا كان هو عايز توصيل خدمه توصيل بنوصل له المتابعه معاهم بقى. لو هو عايز يجي مثلا يستلمه من المكان نفسه او من الفرع اي فرع تبعنا عادي بنحضره له بيجي يستلم عادي. طيب يعني انتوا عندكم الامكانيه انكم تغطوا مناسبات وحفلات والحاجات دي؟ بنغطي طبعا. طيب طرق الدفع بقى بتكون ازاي؟ اللي هو زي ما حضرتك قلت هو العميل عامه بيجي مثلا مثلا وليكن هيعمل اوردر ب 1000 جنيه مثلا بيدفع مثلا جزء منه 200 على ما اعتقد يعني 200 300 مش هتفرق يعني. بس طبعا طرق التنظيم هو عايزنا اوديه له بوديه له عادي. هو عايز يجي يستلمه عندي بيستلم حاجه مجهزه يعني. طيب ايه اقرب المنتجات اللي الشركه بتعملها، شركه الرحاب او المخبوزات عموما اللي بتكون موجوده اللي بترشحها او الاقرب لقلوبكم انتوا؟ لا هي كل حاجه طبعا. هنقول يا حاجه بتاعتنا. لا واحنا جايبين المنتجات معانا برضو. انا عايزه افتح المنتجات، عايزه اقول لك انا متحمسه من ساعتها ان انا افتح. طيب انا هحاول ان انا اجيبها. استاذ محمد انا عايزك تركز معايا كده في المنتجات اللي هتتفتح. ولا ماشي. طبعا اللوجو لازم يبقى، انا مش عارفه افتحها. لا ده لوجو المحل طبعا. مش عارفه اتعامل، هي ريحه كويسه بس انا مش عارفه افتحها. بص احنا نقطع. نقطع عادي. يعني كنت تجيب معاك مقص يا شيف حميد. مش عارفه اتعامل. اللوجو الجاي ان شاء الله. هو عموما اللوجو شكله حلو. الله يخليك. ده لوجو المحل طبعا. بص كده اللوجو اهو، مش عايزه اوريهم اللي جوايا. انا عايزاكم تقربوا لي الكاميرا هنا يا استاذ محمد، زوم على الحاجه اللي موجوده دي. في كوكيز. ده وفي كوكيز بالشوكولاته، كوكيز فانيليا. هو انا فور طبعا. مش عارفه الساده المشاهدين شايفينها ولا لا. لا طبعا استاذ محمد. طيب اوكي. طيب وفي هنا بسكويت صح؟ انا عايزك تشرح لي الحاجات الموجوده. ده بسكويت نشادر. بسكويت برتقال، بسكويت انس، برازق، بيدوفور. هو كده بس مش طبعا ده كله كوكيز. ده كوكيز بالشوكولاته والشيكيبون. تمام. ده كوكيز فانيلا بالشيكيبون. ده كوكيز فانيلا بالشوكولاته. وده كوكيز شوكولاته بالشوكولاته. احنا عايزين نطلع فاصل، احنا عايزين نطلع فاصل عشان ناكل الحاجات دي ونرجع بعد الفاصل نشوف الموضوع. زي ما قلت لي دي كوكيز كوكيز بس انت عارف ان الافران مش دايما بيكون موجود فيها الحاجات دي. لا طبعا لا، دي منتجات عاليه. مش اي شيف يشتغلها عامه. ده الحاجه دي دايما الكوكيز بتلاقيها موجوده في اماكن مختلفه زي اي مكان تاني يعني. طبيعي. فهي حلوه جدا. وده بسكويت. وده يعني خلاص طالع مش قادره مش قادره. احنا نكمل بقيه فكرتنا كده والدنيا جميله وبعد كده نشوف موضوع الكوكيز والحاجات دي كلها. افضل انواع الدقيق والمعجنات والحاجات اللي بتستخدموها بتكون ايه؟ بالنسبه دي يعني اذكر نوع معين؟ انا عايزه يعني انا عايزه افيد ستات البيوت اللي بتستخدم اكتر وهتعمل حاجه دي تطلعها بالظبط اكتر ما اللي هو مش كسبونسر لحاجه خالص يعني. هو بس افاده لاي ست في البيت عايزه تستخدم او تعمل حاجه. بيستخدم مثلا دي فاخر، النجوم الابيض والجولد. ده افخم دي معروف لحد الان. الدي تاني كده الفاخر والجولد. طيب والحاجات التانيه يعني حاجه زي الكوكس دي بيتم صنعها ازاي؟ دي بتبقى مجموعه مكونات مع بعض. بس هو اهم شيء يكون الدقيق فاخر، الدقيق ابيض جامد بيخدم اكتر في ان هي تطلع كويسه. هو هي مجموعه خامات اضافات كلها بتطلع. طيب انا عايزه كمان اسال، اتفضل. الكوكس دوت بيخش فيه اللي هو الدبس البلح. هو اساسا صحي. الدبس يعني ايه الدبس البلح؟ عسل. طيب عسل بس البلح هو يعني حاجه نظيفه. في حاجه اسمها اسمه دبس بلح. ده معلومه جديده عليا وانا عارفه ان هي اكيد برضو عجبتني. مش مسكر طبعا. وهو اساسا لا يعني دبس البلح ده صحي جدا. يعني معمول لاغراض صحيه كتير جدا. طيب هو انتوا عندكم حاجات للدايت وبتعرفوا تتعاملوا مع المرضى سكر والكلام ده كله؟ طب انا مفيش حاجه من دي دايت. لا مفيش حاجه من دي. مفيش الهوا. انا عايزه اقول لك ان هي وعندنا برضو اللي هم الجماعه اللي هم بياكلوا بدون الدي
الجيلي اللي هو بدون جيلاتين فري اللي هو عنده كليكوما المعدة او حاجه زي كده بنعمل المنتجات دي منه. طب يعني اهم حاجه او اهم سؤال ان مفيش في حاجه في دي حاجه دايت؟ لا مفيش حاجه دايت. ماشي تمام يا استاذ. اصل استاذ نصر عندنا عامل دايت فهو انا كنت متاكد على شيء. لا مفيش دايت. طيب تاني في حاجه كمان اللي هو السنه بتقدروا تعملوا ازاي حاجات في زي اي حاجه او اي معرض او اي شركه شغاله ان في بيبقى كل سنه ليكوا حاجه جديده لازم تكون موجوده. الحاجه الجديده دي ما بتنزلش يعني كوكيز جديد كحكه بشكل مختلف فيها حاجات مختلفه. الحاجات الجديده دي بتنزل في رمضان لان هو موسم الحاجات دي بيبقى في رمضان. انا كنت عايز اسال عن الموضوع ده، هل الحاجات ثابته في كل المواسم ولا كل موسم بتكون ليه كميته وليه حاجات تنزل فيها؟ هو الحاجه دي شغاله طول السنه بس بتيجي في رمضان بيبقى كل الشغل اللي موجود في المكان نفسه حاجه رمضان اللي هو حاجه العيد اللي هو كحك وبسكوت وبضفرات. طبعا علشان في الفتره دي هو الاقبال بيبقى عليها بس فعلا الاقبال بيكون عليها بطريقه كويسه. على اكتر حاجه ايه بقى؟ الكحك والبسكويت ولا بيكونوا مركزين على الكوكيز؟ لا بيبقى الكحك والبسكويت والبسكويت والبضفور وقريبه. طيب عايزه حضرتك تقول لي الكميات اللي بتنتجوها في اول اليوم او بتكونوا مرتبين ان احنا النهارده هننتج كميه كذا، ده بتكون بناء على ايه؟ بناء على شغلي. مثلا انا مثلا عندي 3 شيفت مثلا من 8 ل 4 ومثلا من 4 ل 12. مثلا لو هنمثلها مثال بسيط، مثلا لو انا بعمل 10 طول عيش فبعمل 8 بس واسيب الاثنين، على ما يجي الشيفت الثاني لو نقصوا بعملهم بزودهم في الشيفت الثاني. في الحاله دي اصبح ان في ثالث شيفت ما فيش حاجه عندي بتزيد. طيب المنتجات اللي بتستخدموها لازم تجيبوا المنتجات اللي هي البرفكت قوي ولا طبعا جنب مهاره الشيف ولا لا لازم حاجات ممكن تكون عاديه بس الشيف اصلا المهاره بتاعته؟ لا العاديه لا مش هتنفع الحقيقه. العاديه لان انت المكان اللي انت فاتحه فيه ما ينفعش فيه حاجه طبعا. ما ينفعش في حاجه عاديه اللي هي بتستخدم، لان اي مشكله هتسبب مشكله جامده للمكان. اي حاجه هتسبب مشكله جامده، ما هي ممكن تطلع نفس الحاجه ولكن لا بس فضائيا مهاره الشيف الطعم نفسه. الطعم نفسه. انا برضو عايز اسال على مهاره الشيف، ازاي بتجيب الشيف الشاطر او الشيف اللي هو ازاي انا كواحد دلوقتي عارف ان انا في الموضوع ده بعرف اعمل كل حاجه؟ يبان من المنتج بتاعه. هو لازم الشيف يوريك حاجه هو عملها الاول عشان يقدر يكون موجود معاك ولا لا؟ دي يعمل مثلا يومين تيست عندي. دي حاجه جديده جدا. بتحط له جوده. يعني لو ندي مثال، مثلا لو مثلا انت في البيت مثلا هتعجني بيتزا او مثلا اي حاجه فبتجيبي المقادير بتاعتك. والشيف مثلا لو نفس المقادير عمرك ما توصلي للشيف لهدف. مثلا انت بترمي مثلا بيض اي نكون او زيت وزبده والكلام ده وبترمي في الاخر دقيق، ممكن العجين يكبد منك. الفرق بين الشيف او اي حد في البيت ان الشيف بيعرف يعالج عجينه، لكن حضرتك مش هتعرف تعالجيه. ابسط حاجه العجين لما بيجمد منك اول حاجه بيفكروا فيها الميه. صح. وده اكبر غلط اساسا. ايوه قولي بقى السر غير الميه، اديني سر بقى من الاسرار بتاعتك. لا عادي، احنا ممكن العجين جامد بنفكه بحته زبده، دي الحاجه الصحيحه. حلو جدا. بحته زبده بيفك عادي. انت لو حطيتي ميه خلاص يعني اسمها شديتي العجين. وبعدين بقى الفرق ان هو انا كواحده بستخدم في بيتي دي حاجه عاديه، غير ما استخدم في فرن ببوظ كميه. لا طبعا مش حاجه عاديه، عشان كده لازم يكون بيرفكت قوي. لازم. طيب اكيد، انا بقول لحضرتك بتعمل له تيست 3 ايام مثلا. يعني اصلا ان هو يكون موجود معاك مش بناء على هو كان شغال ايه، لا ده بناء على التيست اللي هو هيعمله معاك. تيست نجح يعني مثلا حتى لو 80% نجح بيتقبل. اقل من كده ما ينفعش. طيب اداره المشروع صعبه ولا؟ طبعا اصعب من اي مشروع تاني. لا صعبه فعلا. صعبة يمكن صعبة. علشان تعدد الفروع عندك عمال صعبه عشان مشاكل وشيفات علشان ايه؟ مشاكلها كتير. طبعا ممكن هي، بص انا بشوفها زي المطعم بالظبط، انا بعمل الاكل بتاعي كويس جدا ويجي لي عميل مجرد ان الطعم ما جاش على باله بناحيه 1% لا يشككني في منتجاتي كلها، ان هو لا اما هيبوظ لك سمعتك لا اما مش هيجي ياخد منك تاني، فانت كده كده خسرت زبون. فدي بتفرق مع الشيف كمان. المطعم بيطلع صنف 2 3 5 انت بتطلعي اصناف كتير جدا، انت بتعدي مثلا 40 صنف او 50 صنف ويعدي، انت واخده بالك؟ ف هتشتغلي في ايه؟ طب ممكن تقول لي ازاي؟ يعني احنا مثلا اتكلمنا النهارده على الكوكيز والكحك والبسكويت،
الحاجات التانية زي هي بداية من يعني عندك من رغيف الفين في البقصومات، فالبقصومات ده كذا نوع حوالي 10 أصناف بقصومات بالعجوة وبسمسم. لا ده غير أبو عجوة، ده أبو عجوة ده قسم، أبو عجوة ده قصة لوحديه قسم تاني حضرتك. في حاجات البسكوت برضه البسكوت قصة لوحديها عشان ليه أشكال كتير يعني؟ ليه أشكال كتير وليه أطعمة تانية بيفرق طبعا بطعمه. في بسكوت بيتحط عليه قرفة، في 16 نوع بسكوت بنعملهم دول نوعين. دايما الناس بتكون شايفه ان مشروع المخبز او الفرن ده، بلاش اقول المخبز عشان المخبز بيكون متخصص بان هو يعمل العيش بس، خليها مشروع الفرن او شركه بتعمل منتجات الافران، دايما بيكونوا شايفينها ان هي حاجه سهله. لا. الناس دي بتشتغل وحاجه طبيعيه ان هم بيدخلوا كذا وبيعملوا كذا، بس هي لا يعني لا 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 لا. طب حضرتك كشيف عمومي بتتعامل مع الشيفات اللي تحت ازاي؟ هي المعامله ان انت بتفردي سيطرتك في البدايه على صح. الناس علشان تبقى الكلمه خلاص مسموعه، خلاص تبقى الكلمه هي مسموعه صح. خلاص بقى كله بيمشي بعد كده. بس بتلاقي يعني ايه، خلاص بقى بيعمل لك حساب ان الحاجه دي بتضايقه او الحاجه دي ما عملهاش الكلام ده كله. طيب في شيف بيكون جاي بيرفكت قوي وشاطر قوي وبعد كده ممكن يقل شويه بشويه؟ صعبه دي، صعبه. هو ممكن يتعلم اكتر بس ما يقلش. لا يتعلم، لان دي سمعته. دي سمعت يعني عامه الشيفات دي درجات فلازم، فبيبقى حتى لو نقطه غيره ولنفترض مثلا فلازم يتعلم. اي بني ادم مش عايز التاني احسن منه صح، بس لان هو طبعا كل ما بيزيد ان هو يكون موجود في الشركه على طول، وبعدين الراتب بتاعه بيزيد صح، يعني تفرق طبعا. دي نقطه حلوه جدا ان هو كل ما بيعلى حاجه بيرتبه بيزيد معاه. طيب حلوه جدا. عالم المخبوزات وعالم المعجنات، بعدين في عندنا ترقيات يعني كلها. مثلا في مساعد شيف، فطالما اتعلمت وانتاجك نظيف وكده تبقى شيف، فهي دي بتفرق معاه. حلو جدا، تكملت السؤال الاولاني. حلو جدا، عايزه اقول لك ان هو انتوا النهارده شرفتونا. الله يخليك. يمكن الفقره ما ادتناش حقنا في الموضوع ده، والموضوع ده مهم جدا. انا ما سمعتش ناس كتير او ما شفتش ناس كتير بتتكلم عنه. الموضوع مهم في ان دايما اهالينا لا ما تاكلوش بره. طب احنا هنشتري حاجه من الفرن كذا؟ لا ما تاكلوش، ما هو كده كده لا، واشتري من يعني مكان معتمد. لازم المكان يكون يكون واثق فيه ان هو بيعمل حاجه كويسه. تمام. والمكان اللي شغال بيبان من اللي مش شغال صح، بيبان من الاداره ومن طبعًا. الناس اللي فيه والشيف الموجود من كميه الشغل طبعا. طيب انا عايزه اقول لكم ان انتوا نورتوني النهارده، مبسوطه جدا بالهدايا الجميله اللي قدامي دي. مشاهدينا احنا خلاص وصلنا لختام حلقتنا النهارده، اخر حلقه في السيزون الثالث زي ما قلت لكم. وزي ما قلت لكم برده ان السربرايز بتاعتنا لسه مستمره، ان اول حد هيعرف مين الضيف او مين المذيع اللي هيكون اضافه ليا في البرنامج اللي هيعمله وانا هكون موجوده فيه، ده طبعا هيكون ليه ان هو يحضر معانا في اول حلقه، وهيكون كمان ليه جايزه قيمه. عايزه اقول لكم ان انتوا هتوحشوني جدا لحد ما البرنامج يبتدي. اشوفكم على خير باذن اللي. قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب معانا صانعة البهجة، هتلاقي حكاوي وكلام وغناوي، جرب لو ناوي هما يومين فكة الضحك الغالي.